بحث العلاقات المشتركة، عقد العراق والولايات المتحدة الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين البلدين لبحث ملف وجود قوات التحالف في العراق. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن العراق يسير قدما في إرساء دعائم الديمقراطية، في حين أكد نظيره العراقي فؤاد حسين أهمية التعاون مع واشنطن في شتى المجالات وتعزيز شراكات من خلال المذكرات والاتفاقات المواقعة. وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أشار وزير الخارجية العراقي أن بلاده عازمة على تحقيق أمنها في مجال الطاقة. وعقب ختام الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، أكد الجانبان على استمرار التعاون الأمني. المتحدث الرسمي للبنتاغون جون كيربي قال إن بيان الحوار الاستراتيجي لا يمثل اتفاقا لبدء مزيد من سحب القوات الأمريكية، وإنما تحول مهمة القوات الأمريكية في العراق إلى التدريب والمشورة، ما يسمح بإعادة نشر قوات قتالية باقية في البلاد. واشنطن وبغداد وضعتا على طاولة النقاش ملفات الاقتصاد والطاقة والبيئة ومكافحة الإرهاب، وأكدتا على أهمية تعزيز التعاون في هذه الملفات. جددت واشنطن تأكيدها على إمكانية تقديم الشركات الأمريكية المساعدة في تنويع الاقتصاد العراقي ومواجهة تداعيات أزمة كورونا. أما فيما يتعلق بالوجود الأمريكي العسكري في العراق، فتوصل الطرفان إلى تحويل دور قوات التحالف إلى مهمات تدريبية واستشارية. الولايات المتحدة دعمت أيضاً جهود الإصلاح العراقية في قطاع الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة وتقوية أواصر العلاقات مع دول الجوار. العراق والولايات المتحدة اتجها أيضاً خلال الاجتماع نحو تمديد الحد الأقصى لمدة صلاحية تأشيرات الدخول للدبلوماسيين لتصل إلى عامين. أما في قطاع التعليم، فاعتزم البلدان سبلاً إضافية لدعم خطط العراق لإصلاح التعليم العالي وتعزيز الشراكات الجامعية بين الدولتين.